يا عمي صغير، هيا انا جيتك براسي لاني بعرفك رجال ومعدل، ورجال ما بتتاخذ بالكلام ولا تقول عجن. والمعنى عمي؟ المعنى في جوز كلام بدي سمعك يا ومعيتك بعدين، شو ما بيحلالك وشو ما بدالك ساوي ومن حقك. شرف، تفضل. ودي طبي. يلا 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 شرف عمي شرف. تفضل. شو جابوا لأبو عرب؟ يا خوفي هلا يصير شي مشكلة. حاكم الولد دمه حامي ومو طاسس قدامه. شرف عمي. الله يزيدك. شوف عمي صغير، رجال عنده منك براسي بايز بساطك، وكل من افلت والعجن سهل بالحاله. وانا واحد الناس كل عمري بحط وشي بوشي مشكله بتخبى منها. حاصل عمي. هذا الحكي اللي طالع انا عارفان منين طالع وشو غايته. عم اسمعك عمي. ابو جابر وابو كامل عمي هن وراء هذا اللت والعجن كلياته. والسبب ابو جابر بيعرف اني وياك عم نشتغل مع بعض. والمعنى؟ خليني كمل كلامي الله يرضى عليك عمي صغير. سمعتك من سمعتي، واللي بجي معدلك ومعدل البيت بحرف واحد ناقص ولا زايد كانه جاب معدلي انا. ايه بس كلام الناس ما بيرحم عمي. انا معك، لا والله ما بيرحم، بس هذا اللي بالدنيا هني بدي اقعد بيناتنا عشان يخلالهم الجو يسرحوا ويمرحوا على كيفهم. انت بتعرف وانا بعرف، واللي في ضمير بيعرف انه جيت على باب بيتكم مو الله في سبب، بس ما بيحكى قدام العالم. عندي علم. عال قدامنا حلين عمي صابر، ما في غيرهم. يا من طنش الحكي ما من قيمه من ارضه، يا ما من اولو مراده لابو جابر افندي، وهو الوحيد اللي حيستفيد. لا انا ولا انت. قل لي لا.